عسكرات دائما لها مريخ خارج السودان بتكون مفيده، لانه اللعب السوداني في السودان ما بيكون عنده عدم الانضباط. لكن انا كنت عايز المعسكر يكون مثلا فتره شويه تكون اطول من كذا، قال لهم كان يكون شهر او شهر او اسبوع او غير. لكن ان توصل خير من ان تاتي خير من ان تاتي مداخله خير من لا لا تاتي. انا بشوف يعني الفريقين حيستفيدوا استفاده حتى لو صايب 60-70% برضه نقول كويس. لكن الاهم من ده كله لازم الفريقين يحاولوا يلعبوا مباريات مع فرق كبيره. يعني حتى لو في الدوري اقل لا يكون من الدوري المصري، يعني على حسب معلوماتي هلعب غدا مع البنك الاهلي او بعد غدا. فدي عده تجربه كويسه. لو ثاني حسب تجربه واحده مثلا بنفس قوه البنك الاهلي، رغم البنك الاهلي شاهدته كثير فريق يعني فريق ممتاز ومقدم عمل مع مشاكل في مباراه حتى مباراتين مع الاهلي والزمالك بيعمل مشاكل كثيره لهم الاثنين. حتى اخر مره ظهر الاهلي فاز على 1-0 تقريبا بعد بصعوبه. لكن نتمنى انهم يلعبوا مع فرق اقلها من الممتاز. اما الفرق الثانيه والثالثه انا بشوفها ما بتيجي بفائده كثيره. وانت كل ما تحتك في المباراه الوديه مع فريق اقوى منك بيكشف لك تكشف عيوبك تكشف اخطائك وتكشف ثغراتك وين. لكن نتمنى كما ذكرت نتمنى انه الفريقين يلعبوا مع فرق اقلها حتى الواحد مباراه اقول عليه مباراتين او ثلاث مباريات مع فرق الممتاز يكون افضل من الفرق الصغيره. نتمنى من الرقابه برضه يعني يحصل فريقين كبار يلعب معهم الدوري الممتاز. إيليا